السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا جميعا بخير. النهاردة هنكمل الجزء بتاع مايكروسوفت ادج اللي احنا بدأناه المرة اللي فاتت، وهنكمل طريقة استخدام الايميل. طبعا اكيد مفيش حد فيكم ما استخدمش الايميل، خصوصا في الاي ليرنينج انفايرمنت اللي احنا فيها. بس نراجع مع بعض على شوية كونسبتس. الإيميل بالنسبة لنا ده الاختصار بتاع electronic mail. It's an electronic form of sending and receiving letters across the internet. ده خلاص الطريقة اللي احنا كلنا بنبعت بيها المسجز اللي احنا عايزينها across the internet. الإيميل مسج ده regular letter composed electronically delivered immediately via the internet. خلاص مش محتاجين بقى وسيلة توصيل زي قبل كده. اللي احنا بنعتمد عليه اساسا حاجه اسمها ويب ميل سيرفيس، اللي هو جيميل او الياهو او الهوت ميل، وتفر الميل سيرفيس اللي انت بتستخدمها دي بنسميها ويب ميل سيرفيس. طبعا هي الويب ميل سيرفيس وظيفته ان هو بيمانج الايميلز بتاعتك اونلاين. مانج اول يور ايميلز اونلاين فور ذا ويب بيزد اكسس. The basic email management is free by almost all mail service. ودي بوينت مهمة يا شباب، ان احنا دايما ناخد بالنا ان انا لما يبقى في عندي service free نعرف على طول ان احنا الكاستمر، احنا السلعة اللي بتتباع. يعني ايه؟ يعني الداتا بتاعتنا دي دايما لما بتدخل على ميل سيرفر وبتعمل ايميل، فهو في حاجات كده اللي احنا بنعمل عليها accept، من ضمنها ان الايميل بتاعك ممكن يستخدم في الاي ماركتينج، او ان هو يبعت لك نيوزليترز والحاجات دي كلها. ده بالنسبه له هو بيستخدم الايميل بتاعك في الماركتينج، فالايميل سيرفيس نفسها فري. طبعا علشان استخدم اي ايميل سيرفيس انا محتاجه بعمل ريجستر، بعمل عند الايميل بروفايدر. يعني انا عايزه ايميل جوجل، بدخل على الجيميل وبعمل ريجستر بالانفورميشن بتاعتي علشان يبقى عندي يوزر نيم وباسورد. ذا سيم كيس لو انا بتكلم مثلا عن ان انا عايز ايميل الكليه، فايميل الكليه الوضع بتاعه مختلف عشان هو الريجستريشن بروسس بتاعته مش اي حد يقدر يعمل ريجستر. فانا باخد اليوزر نيم بتاعي والانيشال باسورد من الاي تي مانجر، بعمل بعد كده شوية خطوات عشان أكمل الريجستريشن بتاعي، زي إن أنا أدخل رقم التليفون ويبعت لي مسج، أو إن أنا أبعت له إيميل باك أب تاني يبعت لي مسج فيها، بحيث إن هو يكونفيرم إن هو نفس الشخص اللي داخل بالإيميل ده فعلا بيستخدمه، ما هواش فيك إيميل. بناخد بالنا إن دايما to receive emails you need an email account and an email address. ما ينفعش اعمل ايميل وانسى الايميل بتاعي الاكونت بتاعي طبعا، لان هو ده اللي انا بستخدمه عشان اعمل سند للايميلز، هو ده اللي انا بستقبل عليه الايميلز. الايميل ادرس دايما في ستاندرد فورمات اللي هو الات سامبل، اللي هي الايه اللي حواليها دايره، ده اللي بيحدد لي. ده بيبقى اليوزر نيم بتاعي الجزء الاولاني، ده اليوزر نيم بتاعي. الجزء اللي بعد الات ده اللي بيبقى الدومين نيم اللي هو موجود اللي انا واخداه من الويب سيرفر. بناخد بالنا دايما ان اليوزر نيم بيبقى يونيك. الدومين نيم بتاعي ده السايت اللي انا بعمل عليه الويب سايت اللي انا باخد منه الايميل بروفايدر. في بيزك كده components of the email، ودي ناخد بالنا منها جدا، ان في ناس كتير بتغلط في الموضوع ده، خصوصا اللي هي يعني الطلاب دلوقتي معظمنا احيانا بيستسهلوا المسجز على الفيسبوك وبيستسهلوا المسجز على الواتساب، لكن ما حدش بيبعت ايميل. والايميل مشكلته ان هو لو مش فورمال، لما انت بتبعت ايميل لحد والايميل ده مش فورمال، ايميل الحقيقة بيتحط في السبام ومحدش بيستفيد بيه، او يعني اللي قدامك ما بيشوفوش. وانتوا دايما بتحتاجوا الايميلز لما بتيجي تراسل مثلا جامعات بره عايز تاخد منحة، بتراسل دكتور بره عايز تستفيد منه في حاجة، تاخد منه حاجة جزء، تسأله على حاجة في الريسيرش بتاعه. الايميل بنحتاجه الحقيقة كتير جدا في الجزء بتاع الريسيرش، وفي الجزء بتاع ان احنا ندور على منحة معينة او كده.
typical email message بتتكون من 3 أجزاء أساسيين: الهيدر والمسج بودي والسيجنيتشر، وده احنا هنشوفه مع بعض. الهيدر بيبقى فيه الأدرس اللي أنا هبعتله، وهنفهم الفرق ما بين التو والسي سي والبي سي سي. السبجكت، وده لازم يبقى عنوان الإيميل اللي هو معبر عن الرسالة، ما أقولش السبجكت كل حاجة خلاص، ولا أقول كل الكلام اللي أنا عايزة أقوله في السبجكت. الاتاتشمنت، لو انا عايزه ابعت مثلا السي في بتاعتي اتاتشت للايميل. المسج بودي بقى الاساسي، الايميل بتاعي الاساسي، وده لازم يفولو الرولز بتاعت الفورمال ليتر العاديه. لازم لما تيجي تكتب دير دكتور فلان، لو انت عارف انت بتبعت لمين، او لو انت مش عارف تكتب دير سير اور مادام، وبعد كده بتكتب المسج بتاعتك. السيجنيتشر لاين ده بيبقى آخر حاجة انت بتساين بيه الايميل، ودي حاجة مهمة جدا وبعض كتير بيغفلها، انك لازم الايميل اللي انت بعته يبقى ليك سيجنيتشر كده في الاخر، اسمك والايميل بتاعك والتليفون لو انت باعت لحد محتاج ان هو يكلمك في التليفون، انت مين اساسا، يعني طالب مثلا في كلية كذا، بحيث ان انا انت لما الايميل يوصل للشخص اللي انت بتبعت له، للدكتور اللي انت بتبعت له، ما يقعدش يقول هو مين اللي كاتب اساسا المسج، او مثلا انت بتبعت لجامعه بره، ما ينفعش تعتمد ان انا خلاص انا عامل اتاتش للسي في، فمش لازم بقى اقعد اقول له الديتيلز في السيجنتشر، لا لازم اقول له الديتيلز في السيجنتشر بتاعتي. بناخد بالنا بقى من السبام ايميل، ان دايما بيبقى عندي كده جزء ايميل سبام. هو المفروض ان الميل سيرفيس بروفايدر دلوقتي اوريدي بيشيلوا الميلز اللي هما بيشكوا فيها، بيكلاسيفاي السبام اوتوماتيكالي طبعا، لان هي معظم الانجنز دي بقت بتستخدم الاي اي في ده، الارتفيشال انتليجنس يعني، بحيث ان هو اوريدي بيشيل السبام مسجز في فولدر لوحدها، انت ما بتشوفوش، وهنشوف ده بيحصل ازاي. الايميل سبام also known as a junk email or اليو بي اي اللي هي unsolicited bulk email، اللي هي مثلا حد بيعمل advertisement وراح باعت لناس كتير كلها مرة واحدة. refer to the use of electronic message system to send out unrequested or unwanted message in a bulk. It may be advertising or even warning of a new supposed virus. Spam email may also include malware. زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان السبام ايميل ممكن يبقى فيه مالوير، فيروس، وورم، اكسكيوتابل فايل عايز يسرق الداتا اللي عندك او يسرق الكونتاكت ليست اللي عندك. تعالوا نشوف مع بعض شوية حاجات في المايكروسوفت ايدج، نكمل على اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، وبعدين نبص على الايميل. من الحاجات اللي احنا بنحتاجها في مايكروسوفت ايدج، احنا المرة اللي فاتت اتفقنا ازاي اخلي الجوجل مثلا هي الهوم بيج بتاعتي. من الحاجات اللي احنا بنحتاجها جدا في البراوزر بتاعنا ان احنا ننظم الفيفورتس. احنا لو رحنا عند ال3 نقط اللي هم على اليمين دول وشفنا الفيفورت، الجزء بتاع الفيفورت، في هنا حاجه اسمها مانج فيفورتس. احيانا بعد فتره بتلاقي عندك بقى محطوط في الفيفورتس صفحات كتير، في حاجات كتير محطوطه انت عايز تعمل لها ارينج، او يعني في حاجات خلاص ما بقتش مهمه عايز تعمل لها ديليت عشان تقدر توصل للي انت عايزه بشكل اسهل. الفيفوريت هنا بالنسبه لنا انت بتقدر تقف على فولدر معين او صفحه معينه بتدوس عليها مثلا وتعمل ديليت، بتتشال خالص من عندك. ممكن اختار من اي وات ايفر الفولدرز بقى اللي احنا موجودين بالنسبه لنا عندي على الشمال، دي الفولدرز اللي انا منظمه فيها الصفحات بتاعتي، دي الصفحات اللي هي بدون فولدر. الصفحات دي باخد بالي انها بتبقى محطوطه في الفيفوريت بار هنا فوق بالترتيب، فمثلا في حاجات انا عايزه بقيت مهتمه بيها اكتر الفتره دي، فمثلا عايزاها هي اللي تظهر بطلعها فوق، اقدر اعمل كليك كده وادراج ودروب علشان اجيبها ارتبهم، اقدر مثلا اعمل كده اتحرك بقى زي ما انا عايزه مفيش مشكله. مثلا في ساعات هنا انا مش عايزاه خلاص، او يعني حاجه بالنسبه لي
بقت مش هي يعني مش في الأهمية بتاعتي دلوقتي، أقدر أعمل لها ديليت. أقدر لو عملت ديليت أعمل أندو طبعا لو أنا رجعت في كلامي في حاجة. بنقدر هنا في الفيفوريت بار إن الفولدرز نفسها كمان أقدر أغير أماكنها، يعني برضو بعمل دراج ودروب وأجيب حاجة فوق وأنزل حاجة تحت، الحاجات المهمة مثلا أحطها فوق، الحاجات اللي مش مهمة أعملها تحت. ممكن طبعا نصورت أوتوماتيكالي باي نيم، يعني لو أنا عايزة مفيش حاجة معينة بالنسبة لي. ممكن اجيب اللي هي الامبورت، جزء بتاع الامبورت فيفرتس زي ما انا قلت لكم المره اللي فاتت. انا مخزنه مثلا الفيفرتس بتاعتي عامله لها سينكرونايزيشن مع جوجل كروم، البروفايل بتاعي بتاع غاده ممكن امبورت كل ده عندي هنا على المايكروسوفت ايدج، فاقول له امبورت بيروح بيعمل لي امبورت لكل الداتا بتاعتي. اوكي ممكن برضو نرجع للفيفورتس. ممكن غير الامبورت فيفورتس، ممكن اعمل هنا اد فولدر، ممكن اعمل اد فيفورت صفحة جديدة. الحاجات دي كلها بتساعدني ان انا انظم الفيفرتس بتاعتي في ال في بتبقى وصول ليها سهل. وطبعا لسه بيعمل البروسيسنج بتاع الامبورت، بيجيب كل حاجة من الجوجل، دي مش مشكلة. طيب الحاجة التانية برضو هنلاقي ان في عندي هنا حاجة اسمها في المور تولز بنتو تاسك بار. اوكي بنتو تاسك بار دي معناها ايه؟ ان هو بياخد مثلا الصفحه اللي انا عايزاها دي بيعمل لها بن في التاسك بار بتاعي اللي تحت، بيحطها مع الايكونز اللي موجوده هنا تحت في اللي هي الكويك اكسس تاسك بار بتاعت الويندوز، بحيث ان انا اقدر ادوس عليها اطلعها على طول. برضو من الحاجات اللي هي الايكونز اللي هي بتبقى محطوطة فوق دي، انا اقدر دي صفحات انا مخزناها بحيث ان انا اقدر اعمل مثلا حاجة زي جوجل سكولر، دي جرامرلي اللي هي الاد اونز اللي هي اللي انا بعمل لها الاكستنشنز اللي هي بتنزل مع في بروجرامز معينة لما تيجي تعمل لها انستول يقول لك ان انا هعمل لها اد ان في المايكروسوفت ايدج او في مايكروسوفت جوجل علشان تبقى اكسست بسرعه بالنسبه لنا. واتفقنا اللي هو البينتو تاسك بار ان هو الصفحه اللي انت بتبص عليها دي هيحط لها ايكون موجود هنا في التاسك بار علشان يبقى بسرعه اكسس ليك. طبعا انت تقدر تروح بعد كده وتعمل تدوس رايت كليك على الايكون نفسه وتعمل له امبن فروم ذا تاسك بار لو انا خلاص مش عايزاه. من الحاجات برضو اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت فكرة ان انا اعمل ويب كابشر، هو ده بيبقى سهل علينا في الموبايل، لكن لو انا قاعد على اللابتوب وعايز اعمل كابشر للسكرين اللي انا بتفرج عليها فبدوس على ويب كابشر بقوله ان انا عايز اعمل فول بيج ولا فري سيلكت. انا ممكن اسلكت جزء معين مثلا هو اللي انا عايز اعمل له سكرين كابشر بالنسبة لي. تمام هقول له كوبي، دي خلاص كده بالنسبة لي كوبيد عندي في الايمجز. طيب من الحاجات برضو اللي احنا بنحتاجها في المايكروسوفت ايدج فكرة اللي هي ريد الاود. ريد Gmail الاود معناها images sign in زي ما انتم Google سامعين كده authoring هو agent privacy terms settings advertising business about how search works. ده بيبقى بتقدر تعمل بلاي لحد يقرا لك البيج بتاعتك لو انت مثلا حد عنده مشكلة نظارة مكسورة، حد عنده مشكلة في الرؤية وعايز يسمع الحاجات اللي موجودة على البيج اللي هو فتحها، دي بيبقى اوتوماتيك ريدنج. وتقدر تختار من هنا الهاو سبيد الريدنج، ممكن اقلل السبيد بتاعتي شويه، ممكن اختار الانجن اللي بيقرا اللغه، في الماني في عربي في انجليزي وات ايفر.
بقدر اختار اللغة بالساوند، واقدر اعمل بلاي، بيقدر Gmail. يقرا لي Images. الحاجات اللي موجودة Sign على in. البيج. Google offered in. Egypt privacy terms settings advertise. تمام يا شباب. طيب ده كان سريعا كده الجزء الحاجات المهمه في مايكروسوفت، في اسفه في الادج، مايكروسوفت ادج. وانا حاطه لكم فايل فيه شويه خطوات للحاجات المهمه علشان لو حد عايز يفولو. طيب هنشوف برضو بالنسبه لنا بقى الايميل. الايميل زي ما احنا قلنا، احنا مثلا انا ببص على الأوتلوك علشان هو ده الإيميل الجامعي اللي احنا معظمنا بيستخدمه. طبعا the same rule apply، ان احنا لما بنبقى عارفين نتعامل ازاي مع شكل معين من اشكال الايميلز، خلاص بالنسبة لنا بقية الاشكال هي just مختلفة في حاجات بسيطة ومش في حاجات اساسية. لو جينا نبص على الايميل بتاع الكلية، فهو تابع للويب سيرفر بتاع الاوفيس، مايكروسوفت اوفيس. يعني مايكروسوفت اوفيس بتبروفايد اللي هو الابلكيشن بتاعت اوتلوك، علشان هي دي اللي مسؤوله عن الايميلز. الاوتلوك طبعا انت تقدر تنزله على الماشين بتاعتك زي كده، ان انا يبقى عندي سوفت وير هو موجود على الماشين مش جوه الويب براوزر. بس طبعا الاسهل ان انا استخدم اللي هو جوه الويب براوزر، محملش الماشين بتاعتي بابليكيشنز انا مش محتاجاها. الايميل بتاعنا اهم حاجه طبعا الانبوكس بالنسبه لنا، هو مايكروسوفت اوتوماتيك بتقسمه لحاجات فوكسد اللي هي الحاجات المهمه، وادرز الحاجات اللي هي السوشيال والاعلانات والكلام ده كله بتحطها هي اوتوماتيكلي كده. لو انا بقى عايز الايميل بتاعي ارتبه بشكل معين، او انا عايز الاقي مسج معينه بشكل معين، اقدر استخدم هنا حاجه اسمها فلتر. فلتر ده انا عايز مثلا اللي يبان عندي بس الانريد مسج، فهيبين لي هنا الانريد مسج. عايز الغي الفلتر بيرجع تاني. عايز اعمل فلتر ان هو مثلا الحاجات اللي مبعوته لي انا برايفتلي بالايميل بتاعي بالظبط، وانس ان انا بعمل كلوز برجع لها تاني. الحاجات اللي فيها اتاتشمنت بيجي لي على طول الحاجات اللي فيها اتاتشمنت الاول. ممكن اعمل سورت بقى طبعا بالطريقه اللي انا عايزاها، باي ديت او باي فروم، مين اللي باعت لي، السايز، الامبورتنس، الكلام ده كله. طبعا هو احسن حاجه انك انت تسورت باي ديت علشان الحاجه اللي تجيلك تبص عليها على طول. الجانك ايميل او السبام ايميل هو اوتوماتيكلي بيتحط في السبام. احيانا طبعا هما بيحطوا حاجات في السبام، او يعني الانجن بتاعه الايميل بتتحط في حاجات في السبام، بتتحط وهي مش صح. بس مثلا يعني لما نبص على ايميل من غير ما نفتح الايميلات بتاعتنا، حاجه زي ده الموقع المخترق اصبح جاهزا مصابا، على طول هذا مهم، ده معناه انه ده اكيد سبام. ممكن أبص سريعا كده، بلقي نظرة سريعا كده على السبام، هل هي حاجة ممكن تكون حاجة هي جايالي بس هو عرفها أنها سبام وهي مش سبام ولا لأ؟ most probably يعني إن هو ما بيحصلش، ومعظم الحاجات اللي هو بيعملها سبام بتبقى سبام. يعني ممكن طبعا في حاجات بتعدي، بس ممكن ألقي نظرة سريعة وبعد كده اقدر اقول empty folder، يعني شيل لي كل الايميلز اللي انت حاططها as a spam. نرجع للانبوكس بتاعنا تاني. ازاي ابعت ايميل؟ طبعا انا عارفه ان معظمكم اكيد اوريدي خلاص بعت ايميلات كتير، بس خلينا نشوف بعض القواعد اللي بتسهل علينا ان الايميل بتاعنا يبقى فورمال، واللي انا بعته له يقرا الايميل بشكل صحيح. احنا هنا بندوس على نيو مسج. النيو مسج بكتب هنا الايميل بتاع الشخص اللي انا عايزه ابعت له، غدا مثلا ده ايميل بتاعي تاني. السي سي اخد بالي ان ده حد انا عايزاه يشوف المسج ان هي مبعوته له، بس مش مطلوب منه الرد.
ده بيبقى كاربون كوبي. يعني ايه كاربون كوبي؟ كاربون كوبي معناها ان الشخص اللي انا هحطه هنا هو هيشوف الايميل بس مش مطلوب منه يرد. زي مثلا انا هبعت للاسيستنت للمعيد الهوم ورك بتاعي، انا هحط الدكتور في السي سي بس انا مش مستني الرد من الدكتور لان دي حاجه المفروض تتبعت من المعيد. فهنا اللي انا حطاه في التو واللي انا حطاه في السي سي هما شايفين انا حاطه مين في التو وحاطه مين في السي سي. لكن مثلا لو انا عايز ابعت لناس كتير ومش عايزاهم يشوفوا الايميل بتاع بعض، انا مثلا هبعت حاجه للطلاب ومش عايزه الطلاب يبقوا عارفين الايميلات بتاعت بعض، فبلجأ للبي سي سي. بي سي سي معناها بلايند كاربون كوبي. بلايند كاربون كوبي معناها ايه؟ ان الناس اللي انا هحطهم هنا هم مش شايفين ايميلات بعض، ما يعرفوش غاده بعت لمين. تمام؟ طبعا ام بروفيشنال خالص ان انا احط بي سي سي الدكتور مثلا اللي انا ببعت له. لو انا ببعت في منحه فما ينفعش اساسا احط بي سي سي، لو حطيت اي حد في البي سي سي هو الايميل بيتحط عندهم في السبام. الافضل ان استخدم الايميل الجامعي بتاعي. بحط في التو اللي هم حاطينه في الويب سايت الشخص المسؤول عن استقبال الريكوست بتاع السكولرشيب. لازم هنا بقى اجي في الاد سبجكت اكتب سبجكت معبر، ما ينفعش اروح حاطه هنا في السبجكت مثلا كل الكونتنت اللي انا عايزه اعملها، مثلا بليز تشيك مثلا ماي جريدز مش عارفه ايه. لا، يبقى انا مثلا لو انا عايز ابعت للدكتور ان انا بليز يعني ان ريفايز مثلا ماي كلاس ورك جريدز، فانا هاجي في هنا في السبجكت هكتب السبجكت بتاعي كلاس ورك جريدز. تمام؟ لكن لما هاجي بقى في الايميل هكتب انا بقى الايميل بتاعي اللي هو المسج الاساسيه بتاعتي. انا طبعا هنا عامله انستول اللي في سوفت وير اسمه جرامرلي. جرامرلي من السوفت ويرز اللي بتتشك السبيلنج والجرامر ميستيكس اوتوماتيكالي وانت بتكتب، فده بيبقى برده كويس انك ما تبعتش ايميل فيه سبيلنج ميستيكس او جرامر ميستيكس. فانا مثلا سي هكتب دير دكتور مثلا غاده كوما نفس الفورمال بتاع الانجليش رايتنج بتاع الايميلز بتاع اللترز، اسفه هدير دكتور غاده دي هيز مثلا ستودنت مثلا اسم الستودنتس مثلا سي مثلا برضو انا غاده احمد واحط كده ستودنت ان واكتب انا ستودنت ان جريد كام مثلا، وفي الاخر بليز تشيك ماي جريدز مثلا فور كذا 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 واكتب الديتيلز بتاعتي. طبعا زي ما انتم شايفين هنا جرامرلي هو اوتوماتيكلي كده بيطلع لي المستيكس اللي هي المفروض ان انا اصلحها علشان كجرامرلي او بانكتويشن حتى علشان الايميل بتاعي يبقى مظبوط. في الاخر هنا مثلا انا هقول ثانكس فور يور تايم whatever هاند الليتر بتاعي بايه، او sincerely yours، او with my best regards according للمسج نفسها your time بيصلحها على طول. واعمل هنا بقى السيجنتشر اللي احنا اتفقنا عليها ان انا لازم اجي اعمل هنا غاده احمد مثلا بي اتش دي whatever بقى ايه الديفينيشن بتاعك، الايميل بتاعك، التليفون بتاعك لو انت محتاج تعمل ده. لو محتاجة طبعا أبعت فايل معين، أنا عايزة أبعت الأسايمنت بتاعي مثلا attachment، بقول attach وبقول attach power this computer لو الفايل موجود على الكمبيوتر بتاعي، أو الفايل البراوز cloud location لو أنا محطة الفايل بتاعي على الكلاود زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت عاملة له باك اب على الكلاود، أو إن أنا عايزة أبعت فايل كبير فبعمل له أبلود الأول للكلاود وبشير اللينك ده مع الشخص اللي أنا ببعت له الإيميل. ممكن طبعا insert image الإيموشنز طبعا، بس الإيموشنز مش فورمال لو أنا ببعت إيميل لحد فورمال ما ينفعش insert emotions.
طبعا ممكن اعمل editing بس ده ما بنحتاجوش في الايميلز قوي، يعني بفضل ان احنا نستخدم اللي هي الاوتوماتيك فورمات. بنقدر نعمل بولد وايتاليك والاندرلاين اللي هي الحاجات اللي احنا بنعملها في الوورد تكست بتاعنا العادي. طبعا انتوا يعني هو بيبقى سهل علينا ان احنا اي ايكون انا مش عارف ده بيعمل ايه، بروح واقفه عليه بيطلع لي ده بيعمل ايه. اوكي، بعد كده بعمل سند او سند ليتر. سند ليتر دي بتروح حاططها على طول، هو بيروح حاططها هنا عندي في الدرافتس. الدرافتس عندي هنا بيتحط فيها الايميل اللي هو اللي انا قلت له سند ليتر. انا كتبت الايميل بس انا مستني كده، يمكن هي حد يبعت لي حاجه، يمكن في حاجه تحصل، الديدلاين، مش عارفه ايه، اي اوبشن هيخليني ان انا مش عايزه ابعت دلوقتي على طول، فبقول سند ليتر. ده بيتسيف في الدرافت. تمام، دي كانت الحاجات اللي هي سريعا كده الحاجات الاساسيه في الايميلز عندي علشان اقدر ابعت مسج. من الحاجات المهمه برضو وبنحتاجها يعني مش كتير بس ممكن maybe we can use it، يعني هنلاقي هنا في السيتنجز ان انا لو انا عايز اغير، في ناس مثلا ما بتستريحش للون الفاتح ده، القرايه اللي هي الابيض والخط الاسود، في ناس ما بتستريحش ليه، تبقى عايزه تقلبه اللي هو اللون الاسود والكتابه ابيض، فده من السيتنجز. بنروح عند نختار الثيم اللي هو الشكل اللي فوق ده، نقدر نغيره ما بيفرقش يعني، بس يعني لو في حد بيحب ألوان معينة بيبقى عايز الألوان دي هي اللي تبقى موجودة. الدارك مود ده اللي هو العكس، بيعكس بيخلي الشاشة سودة، في ناس عينيها بتستريح كده أكتر، شاشة سودة والكلام أبيض، لو أنا شلته برجع تاني اللي هو الأبيض والكلام بالأسود. شكل بقى الديسك، الإين بوكس، شكل الايكونز نفسها كومباكت لازقه في بعضها، فول انا واخده راحتي والتكست مكتوب تحتيها، اللي هي عايزه الكونفرزيشن نيوست مسج اون توب ولا اون بوتوم، مقلوبه اللي فوق واللي تحت. خلينا نروح الإين بوكس عشان ده يبان اكتر. الريدنج بان، انا بحب ان الريدنج بان بتاعتي تبقى على اليمين او تحت، ممكن اخلي المسج بتاعتي تبقى فول بالمنظر ده. ممكن بقى ادخل جوه السيتنجز بتاعتي كلها لو انا بس مش شرط مش عايزه حاجات في الشكل بس اللي موجود. في هنا حاجه مهمه جدا اسمها رولز. رول دي لو انا بيجي لي ايميلات كتير وانا عايز الايميلات مثلا اللي جايه لي من حد في الكليه او حد في الجامعه تتحط في فولدر معين علشان ما تضيعش في وسط الايميلات، فبحط هنا بروح لرولز، انا دخلت جوه سيتنجز بروح لرولز، بعمل اد نيو رول، بقول له الرول بتاعتي مثلا اللي هي الحاجات الامبورتنت، امبورتنت فاكولتي مثلا، الحاجات اللي جايه لي مهمه من الكليه. Add condition، ان انا عايز الكونديشن ده اللي هو يبقى مثلا from اي حد على fci.حلوان، تمام. ممكن أحدد الدكتور نفسه سي مثلا، أوكي. ممكن طبعا أadd another condition and محطوط مثلا في السبجكت كذا، محطوط الوردز المسج فيها كذا، marked with importance، ان السندر نفسه هو عاملها ان هو mark with importance، importance بتاعته مثلا هاي. add an action هنا بقول له move to، انا عايزاه يتحرك لي. select folder، ممكن اسلكت فولدرز من الفولدرز الموجودين، وممكن اعمل new folder ليا خالص مثلا هسميه faculty.
اوكي الاكسكيوشن بتاعي الاكسبشن بتاعي لو انا في مثلا عندي اكسبشنال عايزه احطه وممكن اعمل هنا ستوب بروسيسنج مور رولز. يعني لو انا حاطه رول تانية على الشخص ده خلاص هعمل لها ستوب بروسيسنج. الاي اللي موجوده دي بتفتح لك هيلب الاوبشن ده بيعمل ايه، فتقدر تشيك ان ديتيلز. ممكن اعمل سيف. خلاص انا كده ببقى حاطه رول ان انا كل الامبورتنت ايميلز اللي جايه مثلا من دكتور انصاف هي بتتحط لي في الامبورتنت فولدر. ممكن بقى مثلا انا عامله رول تانية ان اي حاجه جايه لي مثلا من تيمز مايكروسوفت تتحط في فولدر تاني وهكذا. تمام، دي من الحاجات المهمة جدا اللي احنا بنحتاجها لو انا بيجي لي ايميلات كتير وعايزة الايميلز مثلا بتاعت الكلية تبقى مفصولة بشكل معين. طبعا الكالندر برضو من الحاجات اللي احنا بنقدر ننظمها مع الايميل، ان انا لو بيجي لي ايميلز فيها مواعيد محاضرات او مواعيد اونلاين سيشنز او كده بقدر اعمل لها سينكرونايزيشن مع الكالندر بتاعتي. أتمنى كده يكون الدنيا شوية واضحة بالنسبة لكم في الإيميل وفي شكل الإيميل والحاجات في الإيميل اللي إحنا نقدر نستخدمها. وآي هوب إن شاء الله بالنسبة لكم تبقى الدنيا ما فيهاش مشكلة. وشكرا لكم.